حلقتنا بقصة نجاح وعشق من الصغر استطاع من خلالها ناصر الدوسري أن ينشئ مربطه الخاص ومشاركته في كثير من الفعاليات الوطنية والأفلام السينمائية. تفاصيل أكثر مع زميلنا خالد الحميداني. ناصر الدوسري وقصة عشقه للخيل منذ وقت مبكر حتى استطاع تأسيس مربط خاص باسمه، وقدم من خلاله خدمة التدريب على ركوب الخيل وتعليم جميع فنون وقواعد الفروسية وتربية الخيول. من ناحية عن بدايتي في الفروسية، بداية الفروسية كان عمري أتوقع من 7 إلى 8 سنوات. كان ركوب عشوائي، الوالد كان يدعمني الله يرحمه. كنت أركب في أماكن عامة، أركب في الثمامة، أركب على بحر، أركب في الطائف، في أماكن عامة. لين تقدمنا في العمر وجتنا فرصة، بدأنا نحتك في فرسان أولمبيين ودوليين وما قصروا معنا، احتكينا معهم طال عمرك لين وصلنا إلى روح المنافسة في البطولات الدولية والمحلية. وعن حبه لهذه الهواية والذي شجعه على إنشاء هذا المربط هي المشاركة في كل محفل من محافل الوطن، ومشاركته كذلك في اختيار بعض الخيول لديه في بعض الأفلام السينمائية. أنشأت الأسطبل هذا تقريبا في سنتين أو أقل من سنتين، يعني حسيت أن لازم يكون عندي نواة أو نقطة مركزية أنطلق فيها إلى البطولات، سواء بطولات قفز الحواجز أو سباقات القدرة التحمل أو إلى 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 التصوير والمهرجانات إلى السينما بالخيول. والحمد لله أنشأت الأسطبل هذا وصار عندي الحين تدريب لكل الجنسين، للرجال وللنساء وللعوائل. ومن خلال اقترابه من الخيل وتربيتها والاهتمام بها جعلته يفهمها، كما أن وجوده بالقرب منها فتحت له آفاقا كثيرة. تعاملي مع الخيل المفروض أنت كفارس، مو بس أنك تجي تركب الحصان وتطلع الميدان، لا، لازم أنت تراقب حصانك، هل هو عنده طاقة إيجابية ذيك اليوم، هل الحصان مثلا تسأل السايس هل كمل وجباته، هل صحته جيدة، هل عنده قدرة على التمرين أو ما عنده قدرة، فهذا يحكم أنك توديه للمجهود الرياضي أو أنك ما توديه المجهود الرياضي في نفس اليوم. ويعتبر هذا المشروع الذي اهتم به الدوسري في عالم الخيل يهدف إلى نشر هذه الثقافة، لأن رياضة ركوب الخيل هي وسيلة لتمرين العقل وتطويره، ومنها يتعلم الفرد مهارات وأساليب جديدة في حياته. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن.